صاحب الجلالة أعزه الله بتعيينه وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وبهذه المناسبة فإن المكتب الجهوي للودادية الحسني للقضاة يتقدم بالتهاني للأستاذ رقيق على الثقة المولوية السامية، ويتمنى له التوفيق والسداد في مهامه. ونحن متيقنون بأن الأستاذ خالد إن شاء الله سيبلو البلاء الحسن في هذه المهمة، لأنه رجل النيابة العامة بامتياز، رجل محنك. نتمنى أن يتوفق في مهامه ويكون عند حسن ظن صاحب الجلالة، نصره الله وشكرا لكم.